قرية الأحمدية في شربين محافظة الدقهلية عندهم مشكلة كبيرة جدا في موضوع الصرف الصحي. أنا عارف إن موضوع الصرف الصحي ده أزلي وقدامنا فترة طويلة، وأنا وزير الإسكان قال لي هنا إن هما في خطة طموحة هنخلص فيها مش عارف في كام سنة 85% الله أعلم، لكن لسه الناس برضو بتعاني من جحيم برضو الصرف الصحي. هنشوف الأحمدية بالذات عندهم حالة خاصة، شوفوها في هذا التقرير. قرية الأحمدية المنكوبة كما يسميها أهلها بمركز شبين بمحافظة الدقهلية، أكثر من 60% من تعداد سكان القرية يلقون بمخلفات الصرف الصحي بنهر النيل رغما عنهم، ويستغيثون بالمسؤولين لإتمام شبكة الصرف وإنقاذهم من التلوث والغرامات. احنا فعلا تم عندنا مشروع الصرف الصحي من سنة 2000 اتنفذ فيه ما يقرب من 40%. 40% تنفذهم دول على قطاع الساحل، اما 60% اللي بيطلوا على نهر النيل بالكامل ما فيش صرف صحي. ما يقرب من 60% من تعداد السكان الاحمديه 25000 نسمه، 60% من السكان دولت بيعانوا معاناه شديده جدا 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 بسبب الصرف في نهر النيل. المطلوب في قريه الاحمديه في شارع رئيسي واحد هتيجوا تبصوا عليه، عايزينكم توصلوا خط رئيسي فيه، اما كل الخطوط الفرعيه احنا هنعملها على حسابنا، احنا هنساهم معاكم. بقالنا 10 سنين يقولوا هننزل السنه الجايه، استنوا ال 30/6 اللي بعدها، استنوا ال 30/6 اللي بعدها، بيجي لي محضر كل سنه او كل 6 شهور ب 1000 جنيه انا اللي بدفعه من قوتي ومن قوت اولادي، بيجي لي كل شهرين ثلاثه محضر ب 150 جنيه لازم ادفعه، وبيجي لي محضر لغايه البيت، ما فيش قدامنا وسيله الا الصرف في النيل. ويبقى لنا محاضر بسبب صرف، يا اما يحل لنا المشكله يا اما يسيبونا نصرف في النيل، دي الحل الوحيد اللي قدامنا. لما يفرض على 550 بيت غرامه، كل غرامه 1000 جنيه ثلاث مرات في السنه، ده شيء ما حدش يرضى بيه. يجي يشوف بلدنا والبلد اللي قصادنا دي تبع دمياط، يشوف الخدمه اللي فيها والخدمه اللي في دمياط هنا، بيننا وبينهم 100 سنه. مشكله الصرف الصحي في القريه مش على الاهالي وبس، ده جميع المصالح الحكومية اللي في القرية، بفهم نقطة الشرطة، المدارس الحكومية، المساجد، جميع المصالح بتصرف في النيل، وفي النيل ده إجباري. الصرف ده يعني مأثر علينا جامد، وحضرتك شوف البيت أهو عدمان من ورا هيقع علينا. طب جت الثورة وجت اللي حصل واللي حصل والميزانيات وقفت وما عادش ميزانيات وما عادش اعتمادات. طب السيد الرئيس ادى تعليمات والاعتمادات نازلة للصرف الصحي في القرى. فين قرية الأحمدية من الاعتمادات دي؟ فين انتم؟ فين المسؤولين؟ هو السيد المحافظ ما عندوش صندوق كوارث. بوشنا الأيادي، قلنا يا ناس تعالوا خدوا بإيدنا واحنا ناخد بإيدكم وهنساعدكم. خبطنا على باب المحافظ، خبطنا، بعتنا فاكسات لرئاسة الوزراء، بعتنا فاكسات لرئاسة الجمهورية، رحنا رئاسة مجلس المدينة اللي احنا تابعين لها، كله يقول لنا مفيش فلوس، مفيش فلوس، مفيش فلوس، احنا نعمل إيه؟ واحنا زعلانين أصلاً، احنا بنصرف في البحر. أنا راجل مراقبة وشغال في البحر، الشوية الماء اللي هي واقفة جنبهم ده هم بيدوبوه. فيعني هم يشوفوا لنا حل. جحيم دائم في القرى، يعني لا صرف صحي ولا مية ولا مدرسة. مشكلة كبيرة جدا جدا جدا. أنا بس واقف عند كلمة في تقرير أهل أحد المواطنين من أهالي شربين، بيقول لك إنه ناحية تانية في دمياط الفرق بيننا وبينهم 100 سنة، يعني معنى كده انه في شغل حصل في دمياط ما حصلش في محافظة الدقهلية. بيقول لك 100 سنة فرق، يعني في عندهم صرف، في عندهم، يعني اذا كان هو معجب للدرجة دي بالبلد اللي قدامه الناحية التانية في دمياط. فيعني الفرق قد ايه؟ هي بس مسألة ايه؟ مسألة شغل وضمير وإرادة واحد مسؤول عايز فعلا يساعد الناس، وعايز فعلا يرتبها. دول بقى بعتوا شكاوى لكل حتة لا حياة لمن تريد، لحد مجلس الوزراء. مشكلة مصر زي ما قال بدري فرغال الحقيقة، قال في الحلقة بتاعت امبارح انه في اداريين، هم يعني في انت هو واحد قاعد في ادارة مستني المصيبة، يصيب المصيبة ما عندوش حل، فاقول له طب سيبها لي وخلاص مفيش حاجة بتتحل. لكن لو في حركة لا طبعا تفرق كتير كتير كتير. لكن انت عندك شريف اسماعيل الحقيقة ملخوم في وزرائه، الحقيقة ملخوم، مبلي في مجموعة وزراء، أنا بقولها له أهو، مبلي في مجموعة وزراء.
خلص من خبطة خالد حنفي، دخل على الراجل بتاع الميد تيرم وزير التربية والتعليم، قامت الدنيا لغى الميد تيرم، راح طلع له بتاع الأرجوت ولغى له صفقة صحيحة وورطه وخلى شكل البلد وحش، ودخلنا في قضية أمن قومي وعلاقات خارجية. يخرب بيت كده، يا نهار أسود. طب هيروح بقى فين ويشوف هموم الناس فين؟ خلي بقى أركن هموم الناس وبقى شوف هموم الوزراء.